ما إن وصل مسلسل كورونا إلى حلقته الأخيرة مع اكتشاف اللقاح، حتى أعلن عن أجزاء أخرى له مع اكتشاف السلالات المتحورة، ليعود اليأس والخوف إلى العالم بعد اقتراب الوباء من النهاية. ويتضاعف هذا الخوف عند الطبقات الفقيرة التي تتركز عليها شدة تداعيات كورونا. منظمة أوكسفام لمكافحة الفقر تؤكد تفاقم انعدام المساواة في العالم مع سرعة تزايد ثروات الأغنياء وأرجحية أن يحتاج الأكثر فقراً إلى سنوات للخروج من دائرة الفقر. وتبين المنظمة أن 1000 شخص الأكثر ثراءً في العالم عوضوا خسائرهم نتيجة كورونا في 9 أشهر، لكن الأمر قد يستغرق أكثر من عقد حتى يتعافى الأكثر فقراً في العالم. ولتخفيف وطأة كورونا على الفقراء، دعت المنظمة إلى فرض ضريبة مؤقتة على الأرباح الزائدة التي حققتها 32 شركة عالمية خلال فترة الوباء، وذلك من أجل جمع أكثر من 100 مليار دولار، وهو مبلغ كاف لتأمين إعانات بطالة لجميع العمال في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، إضافة إلى الدعم المالي للأطفال وكبار السن. أكثر ما يقلق الشعوب في فترة كورونا هو كثرة الأنباء المتضاربة بين تبشير بقرب نهاية الوباء وتخويف من استمراره لسنين طويلة. فبعد وصول الشركات الطبية إلى ذروة سباق اللقاحات وتنافسها في الجودة، تأتي الأخبار عن تطور السلالات الجديدة لتعود مشاعر الناس إلى دائرة مربع الخوف الأول. وتفتقر كثير من التقارير المتعلقة بكورونا إلى الدقة العلمية والسند الطبي، إضافة إلى حالة التخبط التي تمر بها مراكز أبحاث علم الأوبئة. فما إن تعلن شركة عن نجاح لقاحها، حتى تكثر الروايات عن فشل هذا اللقاح أو آثاره الجانبية الخطيرة. الثابت الوحيد أن كورونا مستمر، أو أنه يراد له الاستمرار.